حتى أسست عربسات في عام 1976 ميلادية من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والبالغ عددها آنذاك 21 دولة. لتظل عربسات تعمل على تلبية احتياجات العالم العربي لفترة تزيد على 40 عاماً من مقرها الرئيسي في الرياض بالمملكة العربية السعودية. تحتوي على ما يزيد عن 500 قناة تلفزيونية و200 محطة إذاعية وشبكات التلفزيون المدفوع ومجموعة واسعة من قنوات عالية الوضوح HD، لتصل إلى عشرات الملايين في المنازل في أكثر من 100 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ووسط أسيا، ويتابعها ما يزيد عن 170 مليون مشاهد في 21 دولة عربية. شاركت عربسات في معرض كايرو LCT واحتفلت خلال الفعاليات بالإعلان عن البدء الرسمي لبث الباقة المصرية التي تغطي القارة الإفريقية بالكامل، وذلك على ساعات قمر عربسات.